السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارتين بالقرآن الكريم، هنبدأ بالاستخارة الأولى وبعد القراءة الاستخارة الأولى هنبدأ في الاستخارة الثانية. بأول حرف من اسمك راح تعرف كل شيء عنك، راح ينكشف الآن بفضل الله تعالى. عن زواج، عن خطوبة، عن منفصلين، هنتكلم عن الدراسة، عن النجاح، عن كل شيء رح نتكلم عنه بفضل الله تعالى. من أول حرف من اسمك رح تعرف كل شيء. فضله ليس أمر، المستمعين يدعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، وإن كنت بتعاني من سحر أو مس أو تعطيل أو تابعة وتريد كشف أو علاج، الرقم أمامكم اللي حاب يتواصل معنا واتس، إن شاء الله هنكون في حسن ظنه، هيتواصل مع المديرة وبعد ذلك هيتواصل معي بفضل الله تعالى. ادعم الفيديو بشكرا وتواصل على الواتس وراح نكشف لك بإذن الواحد الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. نشوف الصورة لأصحاب هذا الأحرف، صورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أصحاب الأحرف الأولى حرف الألف والباء والتاء ثم الساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. هذا أصحاب الاستخارة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين انتوا اصحاب الاحرف هذا الاولى، شايفين انتوا هنا عند البعض منكم عنده كمية ضغوطات، عنده خنقة، مخنوق، متضايق، قلبك مجروح، مكسور. يعني شايف ان انتم مخزولين من اشخاص، والاشخاص دي مقربة ليكم او مقربة في حياتكم او عزيزة عليكم، كسر قلبكم لان قلبكم مجروح. يعني محتاجين حد تكونوا معاه او يقف معاكم او يعطيكم الامان او تلاقوا فيه الثقة، لان انتم محتاجين الراحة. بتقولوا امتى هتفتح معانا الطريق او هتمشي معانا الدنيا، الدنيا واقفة معاك مقفلة عليك، محتاج الراحة. بتقول امتى هانت، بتقول هانت كل مرة، تقول هانت ان شاء الله هتفتح معاي الدنيا او هتنزاح التعب عني او التعطيل او كل شيء راح ينزاح عنك. بس جيالك الفرحة، جيالك فرحة بإذن الله تعالى. شاف الفرحة جيالك هتنسيك كل اللي حصل معاك. أنا لحدك دلوقتي بتعانوا، لحدك الآن بتعانوا من مشاكل في المنزل، من عندكم سحر، سحر تعطيل، مشاكل، وحصل انفصال ما بينك وبين الشريك، وفي اللي منكم لسه في مشاكل صايرة ومتوقفين على نقطة الانفصال، وفي منكم برضو اللي دخل في المحاكم ووصل المشاكل. عند البعض هنا شايف برضو منكم المشاكل، البعض ممكن سمع كلام وضايقه، بس انتوا دلوقتي دواكم ناويين على التغير، شايف ناويين على التغير للأحسن، والبعض موجوع بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك. بس انا شايف هنا البعض في قرار يعني هيغير حاجات كثيرة في حياتك هتاخده، ومنكم هنا البعض شايف ليه زوال منكم، والبعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة. بس هنا شايف في شخص يعني هو سبب معاناتك، ممكن نقول غدر بيك وسابك في طريق وهو مع طرف ثالث، وانت شاكك او انت حاسس بهذا الكلام، حاسس انه هو في علاقة ثالثة لان طبعه تغير معاك، مش حابب يتكلم معاك، بمشاكل، متضايق، مخنوق. بس انت هنا في حواليك منافقين وفي عين عليك، في عين عليك، العين دي عليك، نظرة عليك، ومنافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك. هي الست دي سحراك، عاملة لك سحر لفترة كبيرة، أزياك السحر دي معركل مسار حياتك كثير، حتى مش مستمتع بالحياة، بتعاني من الخنقة، بتعاني من الضيق، بتعاني من التعب، بتعاني من الدنيا واقفة معاك، حتى نفور من الأشخاص الكويسة بتنفر، في حاجات كثيرة عندك، القلق، حتى المشاكل، تلاقي نفسك تطلع من مشكلة تدخل في مشكلة أخرى، تلاقي عراقيل كثيرة واقفة معاك، في حاجات كثيرة واقفة،
بس عندك بفضل الله تعالى راح تنتصر، هتنتصر على هذا، لان انا شايف هتكتشف هذا السحر، وهتكتشف العين دي وهتعرف مين اللي سحرك ومين اللي اذاك، لان انا شايف في طاقة انكشاف. فبعد الانكشاف منكم من سوى او مشى في طرق العلاج، وربي هيشفيه باذن الله تعالى، بس عليك بالاستمرار اخواتنا في الله. في عندك تحقيق حاجة غالية عليك بتفكر فيها 24 ساعة، بس هنا انا شايف حصل بلوك لأيام دي، حصل بلوك ما بينك وما بين شريكك او عزيز على قلبك، لان انا شايف في فك بلوك. فما دام في فك وبطبعا طبعا في كان قفل، فهنا هيكون في فك لبلوك اللي حصل. بس انا شايف في برضه ان انتم هنا زعلانين او عندكم طاقة حزن، محتاجين مال، محتاجين فلوس، عليكم فلوس او محتاجين فلوس، لان انا شايف في طاقة فلوس، انتم حزنين او زعلانين محتاجين هاي الطاقة الفلوس. شايف هنا في ناس خايفة وعمالين يتفكروا في اللي داي، او عمالين قاعدين بيتفكروا في اللي بكرة، في اللي هيحصل او اللي داي، او هتسد منين او هتعمل ايه. سيب الامور على الله، لان انا شايف هتوصل لمرحلة كويسة في العمل. شايف عندك زيادة في الراتب او زيادة في الربح في العمل، لان شايف في العمل معاك فيه نجاح باذن الله تعالى، لان نجمك هيلمع في مجال العمل. بس انت ماشي اللي حبيته وفرحت بيه بوجوده، غدر بيك او راح للطرف الثالث او كسر قلبك، لكن عندك انهاء كل الامور وكل التعب، لان شايف عندك امور هامة ستحدث ليك، عندك انقلاب السحر باذن الواحد الاحد، وعندك خروج شيء من بيتك معاه الشر والعين الحاسدة، وهذا العين معاها تخرج، وفي مبلغ ديلك من المال، ممكن تكون مكافأة، لان شايف المبلغ ده يفك معك كرب انت محتاجه بقدرة الله. عندك عتبة جديدة فيها راحة، بتحاول تنقل او تشتري مسكن او تجديد مسكن، لان شايف في عتبة جديدة هتدخلها ببركة بسم الله. شايف النقلة دي وتغير حاجات كثيرة هتتغير معاك. عندك هنا حدث مفاجئ او مساعدة مالية، في فرحة في ارض بيتك، ممكن تكون فرحة ليك او فرحة لاهل بيتك او زواج حد من قرائبك او اهلك او خطوبة او بشرة بنجاح، لان انا شايف في نجاح باذن الله تعالى، بس هو في نجاح منكم بمجموع كويس وفي نجاحات بمجموع يعني بس ناجح، هو مش سقوط لكن ناجح بس مش مجموع عاد بقوي. في هنا شفاء من مرض حد عزيز على قلبك، والدك او والدك او حد عزيز على قلبك، في شفاء بفضل الله تعالى. عندك نصر، النصر ده دايلك النصر على ناس اذتك، الناس دي اذتك كثير وسببت ليكم متاعب كثيرة، لان انا شايف ان انتم تعبانين وتفكيركم مشتت بسبب انكم دعمتوهم او ساعدتوهم، بتلوموا نفسيكم بتقولوا احنا اللي عملناه ديك صح ولا غلط، ليه الناس دي اذتنا، احنا ساعدناهم، احنا وقفنا معاهم، احنا اديناهم او عملنا معاهم حاجات كثيرة، لكن ليه بيأذوكم؟ عمال تفكر ومحتار. انا شايف المشاكل العاطفية وعدم استقرار، انت بحاجة هنا للهدوء والاسترخاء، لان في سعادة ديالك او فرحة بسبب مكالمة او رسالة، في مكالمة انت منتظرها او رسالة. عندك شفاء باذن الله تعالى من السحر، عندك شفاء، في فرصة بتديلك، الفرصة دي في حد هيدعمك بقدرة الله تعالى، عندك دعم زي ما بقول. بس انت هنا انت محتاج تبعد شوية عن فئة معينة من الاشخاص اللي حواليك، لانهم اشخاص متعددة الوشوش وانت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح، بس هتسامح شخص رغم عيوبه الكثيرة، هتسامح شخص رغم عيوبه الكثيرة معاك. وفي عندك الفترة دي شخص هنا هيقلب وشه عليك في الكلام، بس انت هنا اراك انت هنا هتصبر وهتستحمل، لانك محتاجه او محتاج تكون معاه بهي الفترة. وشايف هنا شخص قد ما حاول يسرق فرحتك من بعيد لبعيد، ولكن رب العالمين ناصرك، رب العالمين ناصرك عليه، لان قلبكم طيب ومخلصين. شايف هنا قاعد بينك وما بين شخص بتحط فيه كل شروطك،
بتحط النقط على الحروف، بتحط نقطك على الحروف انت وشخص، وفي عتاب ما بينكم وكلام، وحاطين نقطكم على الحروف وبتتحاسبوا ان شاء الله. بعد الحساب ده هيكون حساب خير، وهتعرفوا الصح وهتعرفوا الغلط، وباذن الله تعالى تكون الدنيا ماشيه معاكم صح. شايف هنا في حد هنا، والست دي بتتكلم في ظهرك، الست دي بتتكلم في ظهرك بشخص يعني، والست دي بتتعامل بالاسحار، بتتعامل مع شخص ساحر وبتتعامل بالاسحار والاعمال، لان حياتها فيها اذى من هذا الشخص، هتتاذى هي الست دي، هتتاذى، لا اما السحر هينقلب عليها لا اما هي هتتاذى، لان انا شايف عندها وعكه صحيه. هاي الست هي قريبه ليك، مش غريبه، قريبه قريبه يعني، هي دي لها وعكه صحيه. شايف هنا عمال حد هنا، وكأن حد شايفهم بيسألوا عليك، بيسألوا عليك شغال ايه، بيعمل ايه، حاطينك في دماغهم، عمالين حاطينك في دماغهم. بس انا شايف هنا البلوك اللي هينفك دي بينك وما بين شخص، حتى لو انفك بيرجع يتعامل معك والعكس صحيح. شايف انت هنا تعرضت لأزمات كتيرة ورا بعضها ورا بعض، بتعرضت لأزمة بتطلع تدخل في أزمة تاني، تعرضت لكذا أزمة. بس هنا شايفك بتطلب من رب العالمين إنه يحررك، إنه يحررك من أمور تعباك وضغطاك، حتى أنا شايفة هنا نفسيتك أو نفسك يعني تطفش من المكان اللي أنت فيه لمكان آخر، عايز تبعد عن المكان ده وتمشي أو تروح لمكان تاني، لأنك زهقت منه، اتعبت، يئست من المكان اللي انت فيه ده. هو ماشي شايف هنا، بس ماشي الحسد عامل لك حاجات كتيره في حياتك الصراحه، الحسد هنا معارك الحاجات كتيره تعبك، حتى ما مخليكش عارف تتعامل مع الناس، دايما في ضيق، دايما عقلك سرحان، تلاقي الناس الطماعه تقفلك، حاسس ان الناس عايزه تاخد مالك، حاسس ان الناس عايزه تاذيك، حاسس ان الناس بتتكلم عليك. بس انا شايف هنا في ورقه مهمه لازم تخلص، هتخلص معاك الورقه دي، راح تعلي حاجات معاك، ممكن دايلك اوراق من المحكمه او اوراق بتخلصها في المحاكم، او منتظر قضيه ليك او لابنك او ليك، راح تخلص على خير. وفي اسرار هتظهر ومفاجآت تخص الشريك، وفيه انفصال عن علاقة موزية، وربنا يبعد عنك شر كبير. في هنا دراسة، فيه نجاح بإذن الله تعالى، او هنا في تدريب يخص يعني لازم تثبت كفاءتك فيه، لانها تنقلك لمكان افضل كثير، وعندك تسهيل امور يخص مشروع جديد على الابواب، مشروع في حد تشاركه او حد يشاركك مشروع باذن الله تعالى. في انفتاحات هنا حلوه ببان، هتفتح معاك وهتقف على الارض الصلبه، هتقف عليها. في لقاء مهم هنا، اللقاء ده يخص المال او دراسات، لكن انت هنا شايفك مش مرتاح وقلقان، بلاش القلق، ربنا يسهل لك الخير، ربنا يسهل لك الخير. في رسالة أو مكالمة حلوة هتفرح قلبك، في رسالة هتفرح قلبك. في زواج منكم هنا للبعض، زواج أو رجوع، أنا شايف في طاقة زواج مفتوحة، ما تقلقش، في انتصارات قريبة منك، في حل مشكلة كانت بتسبب يعني أو سحبة منكم أو سحبة حاجات من طاقتكم الفترة السابقة، هتتحل المشكلة. ابعد عن المقربين شوية، ابعد عن القرايب شوية، خليك في حالك، بلاش الكلام الكثير، بلاش تاخد الناس على انها طيبة زيك، بلاش تشرح قلبك للناس دي، الناس دي بتحقدك، بتبصلك كثير. شايف في شخص هنا في حياتك قريب منك وانت بتحبه، لكن شايف مش عارف تفتح الكلام معاه، خليك دريء وفكر وتواصل معاه او تكلم معاه. عندك سد دين وورقة رابحة بتساعدك ماليا، بشرة خير وورقة مش معروفة، لكن شايف الورقة دي هتنقلك نقلة السعد والهني، كل ان شاء الله هتنقلك نقلة. العين الحسد السحر تعبينك شوية شوية، تعبينك، عندك ألم في أسفل الظهر وفي الرقبة،
نفسك تسافر او تغير جو بس مش عارف مش قادر، عيونك زبلانة ووشك تعبان ودايما حاسس بأرق وغثيان، حاسس بتعب حاسس بضيقة، الفلوس معك بتتبخر بسرعة، ملل ونوم وخمول على طول، بتتعصب على أتفه الأمور، حاسس دايما بضيق. هاي من السحر والحسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. أصحاب هذا القراءة الأولى، ففضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك ويشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. ممكن تعايز كشف عن الأمراض الروحية والعلاج، ادعم الفيديو بشكرا وتواصل مع المديرة على الواتس، وإن شاء الله هنكشف لك ونحدد إصابتك وهنعالجك منها بقدرة الله تعالى. وأي طلب تواصل مع المديرة وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم. القراءة الثانية، أصحاب القراءة الثانية، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. حرف الضاد والطاء والظاء والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. صلينا على الحبيب المصطفى بنية الفرد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سورة النساء. بسم الله بسم الله بسم الله. في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح لنا فتحا مبينا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. شايف هنا كلامك الفترة دي فيه ثقة أكتر، لأن أنا شايف إن أنت تغيرت وعارف تاخذ حقك وبعدت عن السلبيات في التعامل مع الناس، مع زملائك والمقربين منك. في رجوع هنا غالي عليك، وفي فك بلوكات، وفي عتاب بين حبايب أو أحباب أو أصحاب، في عتاب واعتذار وصلح مع ناس قريبة من قلبك، في رد هنا رد فعل من غريب هيسعد قلبك ويطمن روحك بعد قلق الفترة اللي فاتت أو الفترة الماضية. هو رجوع الرزق ليك مرة ثانية، عشان كان انقطع عنك الرزق فترة، الرزق مشى معك وبعدين انقطع عنك بسبب الحسد، بسبب الناس شافتك مرتاح، شافتك الدنيا ماشية معك حسدوك، الرزق وقف معك وتعبت. لكن الرزق هيظهر معك ثاني، الرزق هيفتح معك، هتردع الأبواب اللي اتقفلت هتردع لك ثاني، هتردع، هتتحسن معاك الأوضاع بشكل تجريدي، وفي مقابلة قد تنقلك إلى مستوى جديد. هناك شيء تريد بشدة، لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنساه. تذكر ما تريده لعله يفتح لك باب الخير وباب الرزق. روحانياتكم عالية، بتتنبأوا بأشياء أو بأحلام، لأن شايفوا طاقة نور حواليكم، وطاقة النور تدل على النورانيات أو الروحانيات. هي روحانيتك عالية، بتديك إحساس، بتديك تخاطر، بتديك رؤيات منامية، بتحس بالشخص اللي قدامك صادق أو كاذب. بس عندك هنا اكتشاف سحر في بيتك، عندك سحر، اكتشاف سحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. حرف الميم، حرف العين، حرف الواو، حرف الفه. خلي بالك راح تكتشف وراح تعرف في علاقة سامة هتخرج منها، وهو اللي خسران وهو اللي ندمان. للبعض هنا ديالكم الفرحة اللي من غير ترتيب، بتقول هانت، بتحلي نفسك بالصبر، بتقول يا رب انا صبرت كتير، امتى الدنيا تفتح معاي، امتى تبعد عني المشاكل والعراكيل اللي عمال تقع فيه. بتدعي كتير، ودعوة الست الكبيرة دي هي اللي منديك. دعوة الست والرد الكبير ده هم اللي ندوك من حاجات كتير، هم اللي طلعوك من كذا مشكلة سليم، مع ان اللي غيرك وقع في المشكلة دي انكسر، لكن انت طلعت سليم بسبب الدعاء وبسبب ستر ربنا معاك، لان روحانياتك حباك. ففي طلعت من مشاكل كتير وطلعت من أذى كتير في منكم، بدل السحر سحر واثنين وثلاثة واربعة وحسد كتير عليك،
لكن ربنا منديك وساتر وهتفتح معاك كل الابواب، ابواب الرزق هتفتح معاك والسعاده. بس نصيحه مني، خلي بالك من المقربين، خلي بالك من المقربين. في طريق سفر قدامك بس متوقف، في سفر هو الايام دي داخل الدوله اللي انت فيها، في طريق سفر خارج الدوله بس متأدل شويه، انت اللي مأدله، بتخلص اوراق او بتخلص حاجه انت اللي مأدله، لان شايف التأديل بايدك، شايف هنا رجوع حق ونصره، حقك رادع، حقك رادع. في بعد هنا استلام منصب في العمل او ترقيه او عمل جديد، لو مقدم على العمل في عمل جديد او منصب في العمل. للبعض هنا منكم في نساء او بنات او ستات على هيئة الشياطين من دمك، بس انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، لان انا شايف ازوق بالسحر، عندك كدمات في الجسد وعندك رعشة في الجسم وعندك نفور ما بينك وبين الشريك وعندك قلق وتوتر والجسد دايما ارهاق وتعبان، بس هتطلع من كل ده. عندك شيء ستجده فقدته من فترة، هتجد الشيء ده. البعض هنا في شهرة، شهرة للبعض، واسمك هيلمع في مجال العمل، اسمك هيلمع. وللبعض احذر هنا من شخص يستغلك ماديا، احذر من الناس دي. للمنفصلين هنا في حد هيطرق بابك، هيطرق بابك، شوف الطريق الصح لك وتوكل على الله، لان انا شايف في ارض بيتكم فرحه، ان شاء الله تكون زواج جديد او خطوبه للي لسه ما ارتبطوش، ان شاء الله تكون خطوبه باذن الله تعالى لكم جديده بفضل الله. لان انا شايف انت هنا صبور، متحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك بتقدم عطايات كثيره. رب العالمين بينصرك على امور معقده حواليك، وكاني شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيه. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة طويلة، شايف هنا خلي عندك حكمة في الأشخاص اللي هتنخدع في مين حلو ومين وحش. كما كنا في شخص هنا له مكانة كبيرة، هتتواصل معاه وهيدعمك وهيقف معاك وهيساعدك، شايف هنا. في ناس خلي بالك من النميمة، خلي بالك من النميمة اللي حواليك، وزي ما يكون في حواليك اشخاص عايزة تظهر فيك عيوب، عايزة تظهر فيك عيوب الارض، عشان يقولوا ها سقط، اها اتأذي كذا، اها حصل فيه، عايزين يشوفوا فيك، استنين اليوم. خلي بالك من الكلام وسيبك من الكلام اللي بيقولوه، شايف هنا. الصداع اللي عندك دي الفترة دي واللي ملازمك هيروح. عندك شخص هنا هيكون مركز معاك الفترة دي للتانية، وكأنه شايف عندك هنا بلوكات هتنفك. وخلي بالك من الامرأة الحمقاء، خلي بالك من الامرأة الساحرة اللي مش عاوز يخليه بالك منه، يسد لازياكم. والأزمات المادية اللي كانت ملاحقاكم الفترة دي وأنا شايفك هنا بتعاني منها، لكن هتتفتح معاك، عندك كترة مسؤوليات عليك، أنت اللي زايد عندك مسؤوليات كثيرة وزادت فوق أكتافك اليومين دول، بس متحمل ومستحمل وهمومك مستحملها، وعندك قدرة بفضل الله تعالى. بس خلي بالك عشان ما تتخدعش من الأشخاص دي، خلي بالك عشان في اشخاص زي ما بيقولوا بتخدع، او اشخاص كذابه، او اشخاص منافقه، خلي بالك. في بشرى بحمل، في بشرى بحمل باذن الله تعالى. هنا لما منفصلين شايفك متضايقه، عليك كميه طاقه سلبيه، تعبانه نفسيا، اتظلمت، ماشي، انت افتراء عليك بالكلام ده، عشان انا شايف في كلام ولسان طالع، فلسان الطالع دي في كلام طلع عليك او قالوا عليك كلام، لان انا شايف في كلام مزعلك،
في السحر اللي ما بينكم هو اللي بهدل الدنيا. بس ان شاء الله في رجوع، في حدا بتعمليها هنا نقطة بتعمليها، ان شاء الله يتم بعدها الصلح ان شاء الله بمشيئة الله تعالى. عندكم تطورات جديدة مبشرة واخبار سعيدة، في فرحة او فرصة هتديلك على طبق من ذهب، وعندك بتعوض خسارة السنين اللي فاتت ماديا ومعنويا. بإذن الله سيكون أمرك وحياتك مقضية وخاطرك مجبور، حلمك متحقق وقلبك سعيد وسماع أجمل خبر مفرح، وبيتك مليان بالبركة والخير والمال والرزق إن شاء الله. قول آمين يا رب العالمين. سيأتيك كل ما تتمنى، وهتخرج الطاقة السلبية اللي في بيتك أثرت على حالتك النفسية وبعدتك عن ربك فترة كبيرة. عندك هدية هنا غير متوقع، وفسحة حلوة مع ناس يعني قريبين من قلبك. في مفاجأة ما كنتش تتوقعها هتسعدك وهتريح قلبك خلال أيام إن شاء الله. عندك شخص هنا بيضايقك بكلام كتير وأذاك نفسيا، ولكن عدالة الله ستدبر خاطرك وتأخذ حقك. خلي بالك من المرأة اللي تدعي المحبة وقلبها مليان سواد وعاوزة أذيتك بأي طريقة، وبتمثل عليك ضعفها وقلة حيلتها، احذر منها. في رسالة ديالك على التلفون أو الموبايل زي ما بيقول، الرسالة دي هتقراها وهتكون فرحان ومبسوط وسعيد. شايفك سعيد من بعد الرسالة دي، فرحان مبسوط سعيد. صلى على الحبيب المصطفى. دعمت الفيديو باللايك أحبابنا في الله، فضلا وليس أمرا ندعم الفيديو باللايك أخواتي في الله. شايف هنا البيت دي اللي انت بتحاول تشتريه، هو بيت ان شاء الله يكون مسكن السعادة ليك، ان شاء الله يكون مسكن السعادة. هتشتريه لان انا شايف في حدا غالي عليك نفسك هتعملها، هتعملها هتشتريه البيت ده، بس بتدمع مبلغ او مستني حادق وراح تشتريه. الحالات اللي في المحكمة دي هتخلص، حد بيساعدك وبتخلصها، ان كانت قضايا ان كانت ورث او مستني ردوا حق هيرد عليك. ان الله مع الصابرين، مع انكم صبرتوا كثير بس ان الله مع الصابرين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تردون لله وقارا. نجمك بيلمع في مجال العمل، عملك هتعلى فيه، عملك في نجاح كبير عندك في العمل، هتدخل في مشروع او عمل جديد دايلك، لان انا شايف طاقة العمل مفتوحة قدامك كويسة. عندك حاجات كتير هتتفتح معاك. عندك هنا في مكالمة بتديلك او ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، فيهم اخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة تخص العمل او علاقتك بالحبيب. في مقابلة هنا مع الاسرة او اجتماعات، يفضل ما تقولش رأيك في اي شيء وخليك في حالك. عندك تخاطر هنا غريب هيحصل بينكم وبين شخص معجب بيك او شخص غايب عنك من فترة. في مناسبات حلوة وحضور حلو يعني ليك، بس الناس الفترة القادمة بينكم وبين الناس الفترة دي، وخليك واثق من نفسك، خليك واثق من نفسك. شايف الفرحة هنا على عتبة الباب، خلاص على عتبة، ما انا قلت لك اصبر لان الفرحة على عتبة بابك. ديالك بإذن الله تعالى، لان شايف البيت او ارض بيتك كلهم فرحانين ان شاء الله، شايف ارض البيت كلها فرحانة. في حاجة حلوة بتحصل معاك قريبا انت كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخرجك من الزعل ده كله وهتفرح وهتكون مبسوط. في حد بيحبك هنا قوي لكن اراه بعيد عنك، بينكم وبينه مسافة، بعيد عنك الشخص لكن بيحبك قوي، في حب قلبه عمال ينبط عليك او مشتاق ليك قوي. في منكم هنا للاغلب في ارتباط للاغلب،
وفي البعض عندكم هنا شايف عندكم التعطيل او الحداد دي هتخلصوا منها بسبب السحر او المسد هتخلصوا مني. لديكم قرار ستأخذوه حلو، والقرار ده هيعلي حاجات كثيرة من شأنك، هيعلي حاجات كثيرة معاك، في حاجات كثيرة هتعلى معاك، جيالك الفرحة بإذن الله تعالى. الناس اللي أذتك دي رح يندموا، لأن أنا شايف ندم الناس دي عندهم وعكة أو تعب أو ندم اللي ظلموك أو استغلوك أو سحرتك أو سحرك، عندهم ندم كبير وعندهم وعقة. في حد جايب لك مال هنا، في حد جايب لك مال او انت بتدي حد مال بتحول تحويل لحد مال، او حد بيبعت لك مال احواله حد زي كده. وانتبه من انتبه واحذر من الاشخاص اللي تعتقدهم انهم مقربين ليك ولكنهم يفتشون اسرارك، فلا تتمادى في الفضفضة مع الناس، واستعين بالله، استعينوا بالله كثيرا، استعينوا باسم الله ورددوا معايا، رددوا كثيرا: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو وحده يعلم ما في صدوركم ويستجيب بإذن الله. نادوا يا رب، نادوا يا رب على قد ما تقدر، نادي في اكتب في التعليقات يا رب على قد ما تقدر، وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. واللي عايز نحدد له كشف أو عايز كشف يتواصل معنا في الكشف بإذن الله تعالى عن علاج السحر أو أي كشف، يدعم الفيديو فضلا وليس أمرا بشكرا، ويتواصل مع المديرة واتس وإن شاء الله نكشف له وهنشوف إيه اللي عنده، وأي طلب أو أي استفسار أو أي شيء تواصلوا إن شاء الله واتس، ونكون في حسن ظنكم وفضلا وليس أمرا. ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله، ويشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد من أسرار العالم الروحاني.